خلينا قبل بس ما نطلع فاصل نروح لأحد اللاعبين أيضا اللي كانوا متواجدين في النادي الأهلي لفترة قصيرة ولكنه أدى ما عليه خلال هذه الفترة، وحاليا كابتن نادي مصر المقاصة النجم الكبير كابتن هشام محمد. هشام ازيك يا حبيبي؟ تمام، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك انت ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. اولا هارد لك امبارح في مباراه الاهلي والخساره 4-1، شوط اول رائع جدا من مصر المقاصه، الشوط الثاني يعني كابتن عظيمه لسه كان بيتكلم بيقول ان خبرات النادي الاهلي تفوقت على خبرات مصر المقاصه طبعا، وبحيي وكابتن عبد العظيم كابتن محمد عايز يحييك. ربنا يخليك طبعا يا كابتن، وبرحب بحضرتك وبرحب بكابتن عظيمه، ربنا يخليك. والحمد لله يعني مبروك للنادي الاهلي وحضرتك لينا، والماتش كان كويس من الفرقتين، واتمنى له التوفيق ان شاء الله في نهائي افريقيا. هما بيمثلوا طبعا مصر، وان شاء الله يرجعوا بالبطوله باذن الله. هشام، المباراه امبارح الحقيقه انت كنت موجود في الملعب وقت احراز محمد مجدي قفشه الهدف، شفت الهدف الرائع الحقيقه. انا عارف ان انت ما كنتش بتفكر، ولكن حلاوه الهدف تخليك تبص له ازاي؟ هو طبعا الجول، لا الجول حلو طبعا يا كابتن اسلام. وهو كان عنده رؤيه، وهو قفشه السنه دي بصراحه مقدم مستوى كبير. وبتمنى له التوفيق ويفضل مكمل على كده، و الله يبقى في مكانه كبيره الفترات اللي جايه احسن من كده كمان يا رب ان شاء الله. شايف بقى المباراه النهائيه ازاي؟ الكل دلوقتي بينتظر او بينظر للمباراه النهائيه للنادي الاهلي امام كايزر تشيفز، شايف المباراه النهائيه دي ازاي في ظل الفريقين 50 50، الاهلي 50 وكايزر تشيفز 50، من وجهه نظرك شايفها ازاي؟ هو اكيد طبعا يا كابتن ماتش كبير ده لافريقيا، ف اكيد طبعا ماتش هيبقى صعب على الفريقين وبيبقى ليه حسابات خاصه. بس بتمنى طبعا ان النادي الاهلي يفوز بالبطوله، وهم لعيبه انا شايف ان هم مستعدين كويس ومركزين الفتره اللي فاتت كويس، وفي البطوله الافريقيه كمان شاكرين بشكل كويس قوي. فان شاء الله يبقى التوفيق معاهم، وان شاء الله يقدروا يفرحوا كل الشعب المصري باذن الله، ويرجعوا بكاس البطوله ان شاء الله. يا رب. هشام معانا النهارده كابتن عظيمه طبعا. كابتن عظيمه كان المدير الفني لنادي مصر المقاصه لغايه مباراه الزمالك، تعامل محمد عبد العظيم مع اللاعبين، لان احنا دايما بنتكلم في الناحيه النفسيه والناحيه والعلاقه الانسانيه وعلاقته كمدير فني مع اللاعبين في مصر المقاصه، وانت كابتن فريق مصر المقاصه طبعا. طبعا انا طبعا كابتن عظيمه مربيني. وراجل مراني وان انا 14 سنه. ليه فضل كبير عليا طبعا، من مسكنا السنه دي كانت عظيمه على المستوى الفني. طبعا انا مش هتكلم عليه ولا اقدر اقيمه، لان راجل ما شاء الله عليه يعني مدرب كبير وعنده خبرات كبيره واسمه كبير. لكن على المستوى الاحترافي والانساني والاخلاقي حاجه جميله جدا 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 جدا. اتعامل معانا كويس جدا جدا، وقضينا فتره كويسه قوي اللي فاتت، عملنا ماتشات كويسه معايا، واللعيبه كلها كانت مبسوطه في وجوده. وهو بالنسبه لنا كان اخ كبير يعني، كل الناس كانت مرتاحه معايا واحنا بنشتغل بشكل كويس، وبس الظروف اللي حصلت شويه ما ساعدتش الكابتن. بشكره على الفترة اللي فاتت، أنا كمان خاصة يعني على تعامله معايا وعلى دعمه ليا على طول. بشكر الناشئين يا كابتن إسلام. هو كان ليه فضل كبير عليا وعلى كل الجيل اللي معايا. هو الراجل علمنا في الأول، كنت عارف كابتن تبقى مرحلة انتقالية شوية، مع 14 سنة دي تبدأ تلعب 11 ضد 11. فهو كان ليه فضل علينا كبير. عائد كتير وعائد احتراف كبير، واحنا لسه في مرحله سنيه صغيره. فانا بنتهز الفرصه النهارده وبشكره على كل حاجه حلوه عملها معايا وعملها مع زمايله. وبشكره على الفتره اللي قضاها معانا مع فريق مصر المقاصه، وكابتن عظيمه مدرب كبير، وان شاء الله باذن الله السنه الجايه في الدوري هنشوفه مع فرقه كبيره باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا هشام على وجودك معانا، كابتن هشام محمد كابتن نادي مصر المقاصه ولاعب النادي الاهلي السابق.